يا جدعان عاملين ايه؟ رجعنا تاني فيديو جديد. فيديو النهارده رياكت. انا رياكت يا جدعان النهارده على بعض الحاجات اللي طلعت الفتره الاخيره. داخلين بقى ايه نلقي نظره على كل الاحداث دي. وقبل ما نبدا ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين. ربنا ينصرهم على اولاد الحرام واولاد الاخزب. عليهم الشمال. ولاد والشفره بتاعت فيديو النهارده شمال يمين لفكة لمننا 50 جنيه على الشحتون. استنوا شكرا يا جدعان على الفيديو الاخير كان ترند واحد. ايه ده؟ هو ترند جيمنج منعرفش ايه علاقة اوميجا بالجيمنج بس زي الفل. اي حاجة منكوا حلوة. الفيديو ساعد في انتشار الرسالة لان احنا كان كل الفيديو ليه علاقة بفلسطين وكان ترند واحد. عارف كله بفضل مين؟ طبعا يعني بعد ربنا طبعا فلسطين. الفكره يا اسطى قصدك ان فيديو فلسطين طلع ترند فانت واخد القضيه ترند. لا طلع ترند الحمد لله يعني بفضل ربنا بفضل الله بسم الله الصلاه على النبي. يا جماعه الولد ده يعني الله اكبر عليه بصراحه. الولد ده مكسر الدنيا. غزاوي من قلب غزه وبيصور فيديوهات على السطح عنده واكيد كتير منكم شاف له فيديوهات. هو ايه فيديوهاته عباره عن ايه؟ جدي هزر ده الجانب الايجابي. احنا مش عايشين في غزه احنا عايشين في الدنمارك بس هيك او احنا عايشين في الدنمارك او احنا عايشين على الطاقه الشمسيه. ايش هاد هاشناي احنا زينا زيكم بدنا نعيش. الصواب بيضحك في الاخر يا والله يا ابني انت مش عارف ربنا يتولاه يا اسطى والله اصل يعني فاهم احنا قلنا يعني لازم نذكر اسم الراجل ده في الفيديو برده لان ياخذ يا اخواتي عدنا لكم من قلب الاستديو العالميه الاستديو عبوه طبعا هذا محدش يسرقه مني هذا الاستديو من هنا بدانا ومن هنا ننهي المهم احنا مش ننهي ان شاء الله ان شاء الله طبعا ان شاء الله كله على السطح ايش هذا برو اللاب قفل؟ هو كان في الشقة يا اخواتي واخواتي الكرام اسعد الله صباحكم بكل خير. عفروتو كاتب له ترجوله يا ياض. ما تقولوش ياض يا اسطى انت اللي ياض. انت اللي ياض. ده عمك. لا بهزر عفروتو حبيبي. ابو عبيده امبارح بيقول لك انه الاسرى في غزه بياكلوا نفس ما احنا بناكل. يا زلمه بحق له 200 اسير هذول ايش بدنا نلحق عليهم؟ 200 اسير يا زلمه نلحق عليهم شاورما برجر طب هم احنا بناكل شادي الاكلات. تلاقيها جيت ايش سطحهم فلفل احمر فلفل اخضر فلفل اسود سطح سماهم. طبعا عندك الاكلات المتنوعه عندنا يعني المنيو بديهم منيو اختاروا ايش بدكم زعتر بسيرش طبعا فيش زيت يا نهار ابيض تخيل ما عندهمش زيت زيتون يا اسطى. سندوتشات الزيت والزعتر اللي بتتعمل في اي مكان في الشام ممنوع على غزه عشان ما عندهمش زيت. ابسط الحاجات زيت زيتون هو بيتاكل دايما مع سندوتش بتاع زعتر هو المفروض فلسطين اصل اساسا الزيتون فانت متخيل هم في حصار سجن لدرجه ان انت الزيت هو في سور بجد حوالين غزه اهو عاملين سياج لا مي لا اكل لا شرب لا نت مفيش ايش في الحياه مفيش ايش قطع عنا عن قطعونا عن حسبا عليهم. المهم قوات الاحتلال تشن غارات متتالية على شمال قطاع غزة في الجنوب الشرقي اللي اسمه هذا شارع السكه. لسه الطفل اللي هناك ما يتصنفش طفل لا بجد تحس ان اطفالهم رجاله. طموحه ايه؟ للاسف التفكير ان هو يعيش بس ايوه يعني ده اعلى طموح انت تانجو بس يانجو انت انت لما على احنا مرفهين بالنسبه لهم جدا انت بتفكر ممكن لما مثلا على ال 25 هسافر مش عارف اروح فين هعمل فين انت متخيل بقى غزه مقفول عليها ما بتقدرش تسافر حته جنبك. انت تخيل مثلا انت 19 سنه في غزه عايش 19 سنه في غزه كانك مثلا عايش 19 سنه عنده 40 سنه مثلا ده اقول لك كانك عايش 40 سنه في الشروق بس ما بتروحش حتى العبور. موضوع مريب يا جدعان والله. بقول لك لما تعمل مقاطعه وتجيب كيس حبيشه وجعفر العمده تحل في سنك دي كولا بقى وسنك كولا في شيبس كيس بوزو اسمه جعفر العمده مش عارف وحبيشه وفي محمد صلاح يا جدعان في ويندوز في تايتل على فكره المجال ما فيهوش اي هزار يعني مش مزعل هزار يعني يا جدعان بدل ما تجيبش جعفر العمده يا عم هات لك كيس شيبس يا عم قصدي هات لك كيس تايجر يا جدعان احنا عندنا حاجه اسمها شيبسي يعني بالظبط بس للاسف يعني عاده وحشه. رساله للبيك كولا حسنوا المنتج بتاعك مش بيك كولا بس انا نفسي المنتجات المصريه كلها تنافس فعلا. يا جماعه انا طالبه منكم طلب تفتحوا لي الحدود وكتاب الله اروح هناك اموتهم كلهم. كفايه والله انا مش هقول لكم انا هعمل ايه دمار من بعد دمار اطفال صغيره الواحد زعلان على الواحد كلهم بيموت نتحط كل يوم ربنا اللي يعلم بيه منهم لله احنا تعبنا صراحه احنا تعبنا بس عندها حق
عندها حق طبعا. سيبه والله كلنا ده اللي جوانا كلنا والله. هل تسمعني استاذ وائل؟ سامو عايزين نسمع الناس، كمل الناس. احنا ما بنخافش، ما بنخافش من اي ارهاب، عايزين سندوتشات كنابل. يا عم قول حاجات صح. هو من قلة الكلام اللي انت تقوله عايز سندوتشات كنابل يعني؟ يا عم انت قصدك القنبلة اللي فيها فول وطعمية وبتنجان برضه كده يوصل على القنبلة اللي عند اللبن، القنبلة اللي عند الكرنك. وين حلاق؟ طب انت اللي تبعك ليه يا اسطى؟ بتشجعه؟ استنى استنى سيبه سيبه. ما تشجعه يا جو. يا عم انا مكتر خيره. ايه ده؟ ايه الهيرلاين ده؟ ايه ده؟ تشجعه ازاي؟ خلي الواد قورة بس. طب اقول لك ايه؟ الضرب كمان. اه ما تيأس، ما تسمعش الكلام ده. يا اسطى استنى يا عم، هو هو اللي بيلوس العيال في الشارع يا اسطى. لو قال لك يا اسطى استنى، لو قال لك مثلا هديك 10,000 جنيه احلام. ماشي يا عم ماشي. طب ما انا عشانها زيرو بعد ما اخلص. انا شكلك زيتونه. بس اخد 10,000. ممكن تعمل اغنيه لاهل فلسطين؟ للاسف اي فيديو بيتعمل لفلسطين يا اما بيتمسح يا اما مش بيتشاف اصلا، فاحنا عشان نخلي الفيديو ده يتشاف دوس على السهم اللي تحت الكومنتات ودوس نسخ الرابط مرتين. ده عينه من الناس، انا ما اعرفوش شخصيا، ما عنديش مشاكل معاه شخصيا، بس ده عينه من الناس اللي بيستغلوا القضيه فيقول لك عشان الفيديو ما يتشالش بس يا رجاله اعملوا لايك وشير واكسبلو. هو مش هيتشال اصلا، هو عارف ان هو مش هيتشال يعني، حتى لو بيقل شويه ما تقولش كده، ما تبقاش صريح قوي كده يعني. عشان بس يا اعمل الاكسبلو. تعال نشوف بقى هو هيغني فين، هيضيف الاغنيه حاجه ولا لا. على عهدي على ديني، على ارضي تلاقيني، انا الاهلي انا في ديهو، انا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. قال لي انت حاطه، ما دي اغنيه فلسطين اصلا يا غير احمد عساف. انت فين اللي انت عملته؟ اه هو بوظها. انت بوظت الاغنيه من الاخر يعني، انت ما عملتش حاجه جديده يعني، بس انت بوظتها الصراحه يعني. عارف لو عملت الاغنيه دي لاسرائيل اه يعني ممكن هم يتاذوا اكتر ما احنا اللي اتاذينا. نسيت حرارة يا رجالة. ده سؤال كرنج ده يا جدعان، هو انتوا ليه متقفوري قوي كده؟ طب انت بتعيط بتعيط قدام الكاميرا ليه؟ ما تطلع تسند القضية يا عم. مش ده برضو الفيديو اللي تقعد تقول او الفيديو اللي قبله ان هو يقول لك شيره عشان الناس تشوف؟ ما الناس هتشوفك وانت بتغني لفلسطين بصوت وحش، ايه الاستفادة؟ هي الفكرة في ان هل الفيديو ده هيدعم حاجة او هيفرق في حاجة في القضية ولا لا؟ مش هيفرق في حاجة اتوقع. ساوند وبيتعمل ليبسنج عليه يعني، ده عشان هو يلم شوية لايكات. طب على الاقل احنا مثلا لو عملنا فيديو على القضية في ارباح بتيجي من فيديو من اليوتيوب مثلا، فبنتبرع بجزء من ده. بس احنا بنتكلم برضه، انما انت واحد بتعمل تيك توك ولا بيجيب لك اي حاجه غير ريتش، وانت بتعيط عشان يجيب لك بنات مع الريتش. رسالة حلو، الرسالة جميلة والله جميلة، واحنا بنحبك يا بلال وانت شخص ناجح وبتتكلم عن قضايا كتير. كان ممكن يعمله على برجر عادي. بالظبط يعني، انت اوريدي اشتريته، مش عارف اوصلها لك ازاي، بس انت طلبته فهتاكله. نفعت لهم فلوس. لا لا اقول حاجه، هو بس هو مفكرش في الحته دي يعني، انه ممكن يترتب على الفيديو ده ان محدش يشتري. انت ممكن مثلا اه بارباح مثلا اديتهم يا عم 100 جنيه، بال100 جنيه دي همنع كذا واحد يحط ال100 جنيه بتاعته مثلا، ممكن يعني. وقدر مبيني اطلع ماءك من جوه اطلعها بره زي ما انتوا بتعملوا في العيال الصغيره. ماءك ايه؟ قلت ايه؟ اطلع ايه؟ امعاء قصدي. قلت ماءك. اعماءك. اعماءك يا بخبط. طلع حماءك وخلانك وامسك عمامك. I don't know if your brain is all scrambled from like all the molly you take. عند الاشكال دي عندنا بتضرب بالشبش مع الحين، هناك بيشغلون في الجيل. لا هذا شيء شنطة حريمي. معك هو اخي الغريم، انا اخشى بمسابق. ايه ده يا اسطى؟ هلا لا اسكتر يعني. البيت ده يا اسطى مش يوم الايام كان بيت فلسطيني، والعواجيز اللي عارفين الحقيقه دول قاعدين فيه. هم دول كانوا جايين على ورق. ايه ده يا اسطى اللي بالواد ده؟ اوكي يا عم، كل الفيديو خلص بسرعه عشان بطاريه تفصل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ان شاء الله. نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. وعاشت فلسطين حره. فلسطين حره.